أجمل صورة للحديث مع ملك الموت رسمها الشاعر الكبير عبد الرزاق عبد الواحد حينما قال: من دون ميعادي، من دون أن تقلق أولادي، أطرق علي الباب، أكون في مكتبتي في معظم الأحيان، اجلس قليلا دون أي ضجة، وسوف لا أسأل لا ماذا ولا من أين. وعندما تبصرني مغرورق العينين، خذ من يدي الكتاب، أعده لو تسمح دون ضجة للرف حيث كان. وعندما نخرج لا توقظ ببيتي أحدا، لأن من أفجع ما تبصره العيون وجوه أولادي حين يعلمون.